الآن اتجه إلى حارس بوابة المحرمين حتى تخبرك ما يجب عليك فعله، وأنصحك ألا تتدرب الكثير من الوقت، فهذا قد تجعلك تصاب بالملل ولن تحب الدخول مرة أخرى إلى هذا العالم. فقط خذ ساعة أو ساعتين في اليوم، ثم اترك اللعبة حتى مرة أخرى، حتى لا تمل منها بسهولة. وبالتوفيق لك. شكرا لك يا سيدي ماستر كات، هذه معلومات قيمة جدا. حارسة بوابة المحاربين سأتحدث إليها. شكرا لك. أعذريني سيدتي، أخبرني مستر كات أن أتحدث إليك، قال بأن لديك بعض المعلومات لتفيدني. أوه نسيت شيئا يا بني، اسمع. ماذا هناك مستر كات؟ نسيت أن أخبرك الآن قبل أن تتحدث إلى حارسة بوابة المحاربين. خذ مني مساعدة السحرية وخذ مساعدة السحرية من زمردة أولا قبل أن تتحدث إليها، وقبل أن تذهب إلى الصيد أو قتال الوحوش لابد أن تأخذ هذه المساعدات السحرية حتى تتمكن من قتال الوحوش وهزيمتها بكل سهولة. هيا خذها. شكرا يا سيدي، كدت أنسى هذا الأمر. عفوا أيتها الزمردة اللطيفة، أود منك أن تعطيني بعض مساعدتك السحرية. بما أنني مقاتل أريد المساعدة السحرية للمقاتل. من قال لك أنني لطيفة؟ أنتم أيها الجنود لا تقدرون الجنيات، تستخفون به. سأعطيك المساعدة السحرية، ولكن عليك أن تعترف أنني قوية أولا. أنا آسف أيتها الجنيات القوية، أعطيني بعض المساعدات السحرية كي أصير قويا مثلك. شكرا شكرا، هذا أفضل. الآن خذ المساعدات وذهب بسرعة، ولا تنسى أن هذه المساعدات تحتاج إلى عملة الكراش. لا شك أن مستر كات شرح لك هذا الأمر، يمكنك أن تستبدل نقاط التواجد بواسطة عملة الكراش عند مستر كات، ثم تأتي إلي كي أعطيك المساعدات. نعم لقد قمت بهذا الأمر، شكرا لك. نعم في البداية لم يكن لدي الكراش، ولكن بسبب نقاط التواجد قمت بتبديلها بواسطة عملة الكراش، والآن إنني أملك حقا. هذا الضوء، شك أنه مساعدات السحرية لك. شكرا لك يا الزمردة. لا مشكلة، أسرع الآن إلى التدريب. سيدتي كوتا، آسف لأنني تأخرت عليك. لا عليك، لست الشخص الأول أو الأخير الذي يمر من هنا. يجب أن تعرف هذه الأمور، عندما تذهب إلى أي مدينة ستجد فيه حارسة البوابة. عندي الآن حارسة البوابة ستجد عدة أشياء. لدينا منطقة المعارك، منطقة المعارك هي أفضل مكان تقاتل فيها أصدقائك. مناطق المعارك هي مناطق تقاتل فيها أصدقائك أو تتحدى فيه الفرق الأخرى للقتال، وهي ساحات معارك مناسبة للقتال. مناطق الصيد هي مناطق تذهب إليها ترفع من مستوى شخصيتك، وهي مناطق قتال الوحوش حسب المستوى الذي وصلت إليه. ثم لدينا القرى والمدن، إذا كنت تريد أن تسافر بسرعة فإنك تسافر هنا عند حارسة البوابة، لكن بواسطة الكراش. وهناك حارسة أخرى تسافر من خلالها فقط بواسطة الدينار. ثم لدينا القلعة، القلعة هي القلعة التي يتم عليها الحرب. عندما يمر مدة زمنية محددة هناك حرب، يتم شن الحروب على القلاع أو حصار القلاع، ويتم المنافسة على هذه القلاع من الكتائب والفرق الأخرى. ويمكنك أيضا أن تنضم إلى أحد الفرق أو تنشئ فريق الخاص وتقاتل على هذه القلاع كي تسيطر عليها. وكذلك الحصون نفس الشيء، يتم القتال على الحصون والسيطرة عليها من الفرق. ستجدها أيضا بفتحك الخريطة، ستجد أوقات هذه الحروب والحصارات، تجد أيضا معلومات أخرى عندما تضغط على معلومات الخريطة. ثم لدينا المقابر، هي في بعض الأحيان بعض المهمات قد تتطلب منك الذهاب إلى أحد المقابر، لذلك فهي متواجدة لدينا هنا. فقط تضغط على الخريطة ثم تضغط على معلومات العالم، سوف تجد هناك معلومات كثيرة
أشياء كثيرة لهذا العالم. أوه شكرا لك سيدتي، هذه معلومات رائعة حقا، ستساعدني كثيرا. تماما مثل ما قال مستر كات، هذا شيء يفيدني كثيرا. حسنا، هل يمكنك أن تخبريني ماذا أفعل الآن؟ فأنا أتيت إلى هنا ولا أعرف ما هي الخطوة التالية. ويبدو أن لدي صديق هنا. السلام عليكم يا أخي. انظر إلى هذه القوة، حقا يمكن الحصول على كل ما حصل عليه اللاعب. هذا رائع. نعم كما رأيت بعيني، قد أتى لكي يأخذ المساعدات السحرية أيضا. يطلق هذه المساعدات السحرية عند مستر كات وزمردة، مهمة جدا أن تأخذها قبل أن تذهب إلى أي معركة أو إلى أي قتال مع الوحوش. إنه يبدو أسطوريا مثل المحاربين الأساطير في الأنمي، وهذا حقا مثير. هل سأحصل أنا أيضا على كل تلك القوة؟ طبعا يمكنك ذلك، ويمكنك حتى أن تحصل على قوة أكثر منه. فرغم أنك تراه بهذا الشكل فهو ليس حتى أقوى من الآخرين. هذا شيء خرافي، أنا متحمس. الآن خطوتك التالية عش العنكبوت. نعم عش العنكبوت سيكون مناسبا لمستواك الحالي. اضغط عليه ثم اختر منطقة صيد، ثم بين مستوى 10 و 20 اختر عش العنكبوت واذهب إليه وقم هناك بالقتال حتى يصل مستواك إلى المستوى المناسب لكي تجتاز الاختبار الأول. هيا. أوه حقا، حسنا سوف أذهب إلى هناك. عش العنكبوت، هذا يبدو مرعبا قليلا. حسنا إلى اللقاء، سوف أذهب الآن. يا إلهي ما هذا المكان، إنه مرعب جدا. يا إلهي هذا مكان مرعب جدا. هل علي أن أقاتل هذه الوحوش؟ لا علي أن أتشجع، سوف أذهب لكي أقاتلهم. أما كان الأمر قادم إليكم. لقد خذه. يا إلهي كم هذا مرعب، هذا مرعب جدا. إنني أتطور. يمكننا أكل هذه بالماوس. تزيد من دمائي. سوف أقاتلكم، سوف أصير قويا. وتذكر أن أبي أخبرني بأن لا أقاتل مجموعة بكاملها، يجب أن أقتل واحدا تلو الآخر حتى لا أهزم بسرعة. هذا ما سأفعله. لقد قال لي أبي أن في البداية سيكون رفع مستوى شخصيتك سهلا، ولكن كلما تقدمت في المستوى سيكون المستوى التالي أصعب. يا إلهي، ولكن لا بأس، سوف أتبر من أن أستسلم أبدا حتى أحقق حلمي وأصير محاربا أسطوريا. أخيرا لقد انهيت التدريب الآن، ولكن كيف سأعود الآن؟ تذكرت، لقد قال لي أبي أنني سأجد في الحقيبة لفافة هروب المغامر سوف تنقلني إلى أقرب منطقة. أما إذا كانت لفافة الهروب تحمل الاسم مثل الكامل سوف تأخذني تلك المدينة. بما أنه لدي الآن في الحقيبة لفافة هروب المغامر ولفافة الكامل، سوف أذهب إلى الكامل مباشرة. يا إلهي، هذه لفافة الهروب تتطلب قوة داخلية من أجل القيام بها. يا إلهي، إلهام من قوة. لقد انتقلت فعلا. ما هذا المكان؟ هذه حقا قرية الكاميل. يا له من شعب غريب، أرجو لا يهاجمني أحد هنا. يا إلهي، إلهام من قرية رائعة. إنه هناك. أهلا بك يا بني، لا شك أنك انهيت المهمة ووصلت الآن إلى المستوى 20. نعم يا سيدي، ولم يكن ذلك سهلا أبدا. لا بأس يا بني، لا شك أنك تتساءل عن ماذا ستفعل الآن وقد وصلت إلى المستوى
الذي يخولك لخوض الاختبار الأول. نعم سيدي، أخبرني من فضلك ماذا أفعل الآن؟ ظننت أنني أتيت إلى قرية الكونين، بل هي قرية جن الظلام. المهم، ما هي الخطوة التالية يا سيدي؟ الخطوة التالية يا بني، سوف تذهب إلى نقابتكم الخاصة، فكما تعرف النقابات هي المسؤولة عن اجتيازك الاختبارات. فهناك نقابة الكاميل، ونقابة جاء الجان، ونقابة جان الضرام، والنقابة الخاصة بالبشر هي نقابة المحاربين. أما الأقزام فلديهم الحدادين الذين يتولون عن اجتياز الاختبارات الخاصة بهم. فقط انظر إلى الموقع الذي أعطيته لك، لقد أعطيتك بعض الأوراق، الآن وسوف تعرف أين تتجه ومع من ستتحدث. إذن هنا مثلاً هم لدينا الشعب البشري التخصص الأول وأماكن اجتيازها، التخصص الثاني وأماكن اجتيازها، وأيضا التخصص الثالث وأماكن اجتيازها. معك حق يا سيدي، لقد كنت أعطيتني بعض الأوراق. نعم، مع الخريطة سوف أرى ذلك الآن. شكرا لك. لدي تساؤل آخر يا سيدي، هل يمكنك فقط أن تخبرني لماذا سأفعل بدون النظر إلى هذا؟ سؤالك وجيه يا بني، لماذا لا أخبرك فقط بأماكن اجتياز الاختبارات وينتهي الموضوع؟ ذلك يا بني يعود إلى كثرة التخصصات وتنوعها. مثلا تخصصات الشعب البشري مختلفة عن تخصصات الشعوب الأخرى، وأيضا في كل تخصص تختلف أماكن اجتيازها حسب كل شعب وحسب كل تخصص على حدة. ذلك فإن رغبنا في شرح التفاصيل فسيأخذ منا هذا وقتا طويلا جدا. ذلك فقد الموقع الذي أعطيتك. حسب الأوراق والموقع فإن المحارب تبدأ مهماته في مدينة جلودين، وها أنا الآن أقف في جلودين، مدينة جديدة ورائعة. بعد مرور قليل من الوقت والآن بعد مرور الكثير من الوقت. مرحبا بك أيها المحارب الجديد، ما الذي أتى بك إلى جلوديو؟ نعم، لقد أتيت إلى هنا لرؤية المعلم، لقد أنجزت مهمات التخصص الأول، الآن علي الذهاب لأتحدث إليه. هذا جيد، يبدو أنك متابر حقا، اذهب إليه، ستجده في نقابتكم الخاصة، نقابة المحاربين، وحظا موفقا. شكرا لك أيها السيد، إلى اللقاء. إذن هذا ما كانوا يتحدثون عنه، المكان الذي يبيعوا فيه اللاعبون أشياءهم الخاصة. لقد أخبروني بأنهم يبيعون أشياءهم الخاصة في هنا في جلوديو، وأحيانا يبيعونهم في ديران، وأحيانا في مدن أخرى. إذن هذه المرة فهم الآن هنا في جلوديو. شيء جيد، رائع جدا. شيء رائع. أخبرني معلمي بأن هذا الاسم الذي بجانبه علامة، فهذا يعني بأن هذا الشخص ينتمي إلى ذلك الفريق، الفريق الذي اسمه كينغ هيل. شيء رائع جدا. وهذا الشخص ينتمي إلى هذا الفريق الذي اسمه مس إيجبت. تلك العلامة إذن علامة فريق هؤلاء في فرق مختلفة. شيء رائع. لو تحدثت الآن مع واحد منهم فقد يدخلني إلى الفريق معه، وهكذا أحصل على أصدقاء بأسرع وقت ونستمتع معه. أهلا أيها المعلم، تحياتي لك. انهيت مهمات التخصص الأول يا سيدي، وقد أتيته لترشدني إلى الخطوة التالية. أهلا بك أيها المحارب الجديد، لقد أتيت في الوقت المناسب، لابد أن تعرف بعض المعلومات الآن، بما أنك قد بدأت معنا هذه المغامرة في هذا الجيش، وأنا واثق بأنك سوف تبقى معنا ولن تيأس بسهولة وتستسلم كالآخرين. أنا هنا يا سيدي لن أستسلم أبدا، سوف أصير مقاتلا خطيرا ثوريا يسمع بي جميع هنا. بما أنك الآن وقد أنجزت المهمات الخاصة بالاختبار الأول، فإنني أعلنك الآن محاربا، فهم مبروك عليك.
واو حقا شكرا، انا جد سعيد بهذا، لقد اصبحت محاربا حقا. لا تفرح كثيرا لانه مجرد تخصص اول، ولابد لك من ان تجتاز الاختبار الثاني كي تنتقل الى التخصص الثاني، وبعد ذلك تجتاز الاختبار الثالث كي تنتقل الى التخصص الثالث والاخير. واو هذا رائع، يشبه هذا الامر اختبارات تشونين في انمي ناروتو، هذا حقا رائع ومثير، انا جد متحمس لهذا. لا تكن سعيدا كثيرا، الاختبارات التالية لن تكون سهلة مثل الاختبار الأول، لذلك لابد أن تتحلى بالصبر والمثابرة من أجل الاستمرار في هذا العالم. فلنحدثك عن خطوتك التالية الآن. بما أنك الآن قد أصبحت محاربا، فلابد لك الآن أن تتعلم المهارات. حين تتعلم المهارات دائما تتجه إلى النقابة الخاصة بكم، مثلا أنت بشري تذهب إلى عندنا في هذا المكان نقابة المحاربين ونقابة الجن، وهناك نقابة جن الظلام ونقابة الغول ونقابة الكامير، وأيضا الأقزام لديهم الحدادين أو الذين يبيعون الأسلحة والدروع هم الذين يعلمونهم المهارات. دائما كي تتعلم المهارة يجب أن تأتي إلى المعلم، وأيضا هناك نقاط المهارات، نقاط المهارات تتلقاها حين تقتلها، كلما قتلت وحوش كثيرة تجمع نقاط كثيرة للمهارات التي تقومك تعلم المهارة عند المعلم. طبعا ليس المعلم الكبير، بل هناك أشخاص آخرين يقفون في هذه القاعة هم الذين سيعلمك المهارة. تتعلم هذه المهارات وترفع مستواها كلما أتيحت لك الفرصة ترفع المهارة. وأيضا لا ننسى أن تقرأ تفاصيل كل مهارة قبل أن تتعلمها كي لا تتعلم مهارات لا تستعملها. فهناك مثلا مهارات خاصة باستعمال السهم، وهناك مهارات خاصة باستعمال السيف، هناك مهارات خاصة باستعمال السيف ذو اليدين. لذلك كن حارصا وتعلم المهارات المناسبة لك فقط، ثم في المستوى المتقدم سوف تتمكن من تحسين هذه المهارات، ليس في هذه القاعة بل بطرق أخرى يمكنك أن تحسن بها المهارات. الآن اذهب إلى أحد المعلمين الواقفين بهذه القاعة كي يعلمك المهارات الخاصة بالمستوى الأول. اذهب وتعلم مهارة المحارب. شكرا لك يا سيدي. حسنا، أهلا بك أيها الفتى، سأعلمك مهارات الخاصة بالمقاتل، لأن هناك أيضا في هذه القاعة معلمين الخاصين بالروحاني أو الساحر. أهلا بك. شكرا لك يا سيدي. نعم لقد تساءلت ماذا يفعل كل هؤلاء الواقفين هنا. فهمت الآن، كل واحد يعلم أحد الأشخاص أحد التخصصات. انضغط علي الآن، اضغط تعلم مهارة واستمر في تعلم المهارة حتى تختفي من اللائحة. استمر بالضغط على تعلم المهارة، فإذا اختفت فهذا يعني شيئين، إما أن النقاط يعني انتهت أو أن المهارة وصلت إلى حدها الأقصى. ولا تنسى شيئا آخر، المهارات هذه، لا تنسى يا بني بأن هذه المهارات تنقسم إلى قسمين، هناك المهارات النشطة وهناك المهارات الكامنة. المهارات الكامنة لا يمكننا استعمالها ولكن تساعدك كثيرا، فيجب أن تتعلمها. وأما النشطة فإنك تستعملها، والنشطة تنقسم إلى عدة أقسام، منها مهارات إضعاف الخصوم، ومنها مهارات تستعملها للقتال بالسيف، فيهم مهارات الشفاء ومهارات سحرية، وهناك مهارات تعزيز قوتك أو قوة أفراد فريقك.